أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم معنا في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء الخير. مشاهدينا مساء الخير، في هذه الحلقة يتناول في قضية المساء اليوم أو مهرجان السينما الموريتانية، ومعنا للحديث عن الموضوع المخرج السينمائي والكاتب الصحفي والشاعر أيضا محمد وليدومو، رئيس اللجنة المشرفة على المهرجان. مرحبا بك محمد. مرحبا. إذا قبل أن نبدأ مع محمد في النقاش في قضية المساء، نذهب إلى فاصل ثم نعود. إذن أهلا بكم من جديد محمد. ليلة البارحة كانت الليلة الختامية لمهرجان نواكشوط للفيلم القصير، حبذا لو تعطينا تقييم عام عن هذا المهرجان اللي دام مدة أسبوع كما أعتقد. خمسة أيام. أسبوع. شكرا منى على الاستضافة، شكرا أيضا مساء الخير على الاهتمام بالمهرجان. نسخة عقب نسخة. ليلة البارحة كان في الختام بعد خمسة أيام لعروض السينما التي شهدت عروض تقريبا 50 فيلما سينمائيا قصيرا وثائقيا وتمثيليا من موريتانيا ومن 9 دول أخرى. تم توزيع الجوائز على الفائزين. تقدم المهرجان 7 جوائز وكرم شخصيتين من الشخصيات التي رافقت تأسيس وتشييد دار السينمائيين المنظم لهذا المهرجان السنوي. المهرجان ايضا ختامه تميز بالكلمات الرسميه بشكل طبيعي، كلمات الختام من الوزاره الوصيه ومن اداره المهرجان. كما انه تميز ايضا باوماش او تابين لصديق سينمائي راحل، هو رميد عام اتحاد السينمائي محمد الهمام، تغمده الله برحمته. طيب محمد، من ترى شن هي، نختار نتكلم طبعا بالحسانية بهذه هي طبيعة البرنامج أصلا، من ترى شن هي طبيعة الأفلام اللي كرمت وطبيعة الأشخاص اللي كرموا، والأفلام تحديدا كانت تتحدث عنها، شو حابة لو تكلمنا عنها بالتفصيل؟ بكل سرور. هو المهرجان أصلا عنده كان أصلا ثلاث جوائز، ثلاث مسابقات يتنافس فيها الأفلام. هذه السنة أضفنا مسابقة جديدة. المسابقات التقليدية هي المسابقة الدولية، ويتنافس فيها كل الأفلام الدولية القصيرة طبعا، إضافة إلى المسابقة الوطنية والمخصصة. المسابقة الدولية ما فيها فيلم محلي؟ لا، ما فيها فيلم موريتاني خاصة بالأفلام. أحيانا نضيف لها فيلم موريتاني، خصوصا إذا كان عنده طابع دولي، مثلا المنتج ما هو موريتاني والله مشاركين في واحدة ما موريتاني، لكن بشكل عام هي مسابقة مخصصة للأفلام الواردة من الدول الأخرى. المسابقة الوطنية هي المسابقة التي تخصص للشباب المخرجين الموريتانيين أو المنتجين الموريتانيين، يعني أي فيلم صور في موريتانيا أو له مخرج موريتاني أو منتج موريتاني. طبعا بعد تقديمه للمهرجان ومشاهدته من طرف لجنة مختصة باختيار الأفلام، نعطيه الحق المشاركة أو لا. المسابقة الأخرى هي مسابقة نطلق عليها مسابقة الورشات. قديما كانت تسمى مسابقة هل تتكلم لغة الصورة، ومخصصة للشباب الذين ينتجون أفلامهم للمرة الأولى، يعني المحاولة الأولى، أو خليني أقول عشان أقول محاولة، الفيلم الأول كان فيلمك الأول تشارك في هذا في هذه المسابقة، وهي طبعا مسابقة أو أفلام عادة منتجة من طرف دار السينمائي، لأن الشباب أول مرة يدخل المجال نحن نشجعهم بالماتريال بالأشخاص مساعدتهم في إنجاز أفكارهم الأولى. طبعا مروا هم سابق ذلك بورشة تدريبية، لذلك إذن هم الفيلم يعدلوه بعد الورشة التدريبية اللي بالمهرجان. نعم. والله لا، مش ما هي ورشات المهرجان، قبل المهرجان. نحن نعلن مثلا منتصف مايو، عادة منتصف شهر مايو، أن من يرغب في مشاركة أو ما عنده خبرة ديجا يرغب بالمشاركة يكتبوا لنا أفكارهم. طبعا ما نطلب منهم سيناريوهات به اللي ما توقعوها منهم، غير نطلبوا قصص ولا أفكار. أنا مثلا أعدل فيلمي عن القصة الفلانية لأن أعالجها بشكل فلاني، ونختار نحن 9 عادة من هذه الأفلام، من هذه القصص، ونعيطوا لأصحابها ونخضعوهم للتدريب لمدة 7 أيام حول بس من حين يقدروا يحولوا هذه الأفكار اللي عندهم، شور سيناريو وشور حوار
ولاحقا شور افلام ونعاونهم بالاجهزه من اجل يتجهوا هذه الافلام. اذا هذه مسابقه اخرى. المسابقه التي ستحدث هذه السنه هي مسابقه فيديو كليب، لان طبعا لماذا استحدثناها؟ نظرا لان هون اصبح توجه عام لدى الشباب الذين يمتهنون الصوره في انتاج فيديو كليبات مختلفه. طبعا فيديو كليبات هو نوع من الانتاج البصري اذا صح التعبير. نحن هنا لا نركز على جانبها الموسيقي لانها في النهايه نهتم بالموسيقى كمهرجان، ولكن ذلك الجانب التقني بالتصوير والمونتاج وفنيات حركه الكاميرا وفنيات مركزين عليه. ركزوا عليه، بالتالي فتحنا مجال هذه السنه للشباب المهتمين بهذا المجال، وكانت هي المسابقه الرابعه في المهرجان. اذا بشكل عام هناك هذه المسابقات الاربعه، وهناك عروض اخرى في خانات اخرى، مثلا عروض في خانة البلد الضيف، لأن كل سنة نستضيف بلد يكون هو ضيف المهرجان. هذه السنة طبعا السودان هي ضيف المهرجان. هي ضيف المهرجان. مثلا منحنا مثلا بطاقة بيضاء لفيلم بيعة نعناع، وهو فيلم طويل يتجاوز مدة المهرجان، ولكن نظرا إلى أنه فيلم طبعا استضفنا هون الأستاذ وفيلم عنده قيمة وشرح لنا الرواية عنها كارت والله كارت بلانش فسحة مخليين للأفلام اللي طويلة طويلة أكيد ما عندها هون تعود فرصة دائما تنعرض فيها. زينب اللي هنا بتقوب المسابقة الدولية من دراشين، هو الفيلم اللي فاز بها المسابقة الدولية، فازوا بها فيلمين. الفيلم اللي فاز الجائزة الكبرى هو فيلم من المغرب. كم كان مشارك من كانوا مشاركين فيها؟ 10 أفلام. 10 أفلام من 9 دول. الفيلم فاز هو فيلم مغربي للمخرجة شاب اسماء المنير، وهي مخرجة افلام قصيرة، واصلا متخصصة في المونتاج لكنها تحولت الى اخراج واصبحت تخرج افلام. وفيلمها اسمه دوار سليمة. ودوار سليمة هو قصة فقدان او انعدام او تناقص دور العرض في العالم بشكل عام، لانها تحكي قصة طفيل كان يعاون بوه في بروجيكسيون اعطال السينما، ولا تيجي حد وعاد مات يدخل مات عند باش عايشين، ويعقب طفيلي يعدل فكره جديده يرد بها الناس لصال السينما، كان جده ما يتعقد من القاعه ما تجي حد. قصه زوينه ذنبتها، وبالتالي قررت لجنه التحكيم تمنحوا الجائزه الكبرى. وطبعا لجنه التحكيم في هذه المسابقه معناها عامل روايه تعود عام على ياسر من البلدان تراجع دور السينما، وهذا واحد من وهذا واحد من النقاط اللي شارك لجنه التحكيم لماذا اخترت الفيلم. لجنه التحكيم طبعا ذكر انها مكونه من الاسباب اللي هو مسابقه الافلام الدوليه. لجنه التحكيم مكونه من كل من التقي والعبد الحي، وهو مخرج مسرحي موريتاني ورئيس اتحاد المسرحيين الموريتانيين، اضافه الى مخرج المصري سعد الهنداوي، ومخرج من فرنسا اسمه ويلفريد جيد. لأن هذه اللجنه هي التي اختارت هذا الفيلم كاحسن فيلم. الفيلم المرتبه الثانيه حصل عليها فيلم مصري اسمه ربيع شتوي، وهو قصة مصرية إلى حد ما، ولكنها أيضا عالمية بشكل كبير، لأنها يعني تحكي قصة طفيلة صغيرة ساكنة مع أبوها، والتغيرات النفسية تخرج لها يمكنها تبلغ، وأبوها ما دارك ما بقدروا دارك التغيرات ناجعة عنهاش، ساكنة لا مع أبوها ما معها ساكنة هم لهم واحد غير هو ما قد يفهم التغييرات اللي جاوا، ولا هي ما قد تشرح له مودي ذاك الحاجز بين الاجيال والحاجز حتى بين الرجال والعيال بشكل عام في عالمنا العربي والعالم. هو اللي طرح الفيلم، طرحه طبعا نوع من عدم المباشراتيه، شارع اساسا تطرح ما نقول صراع الاجيال اللي غير قل التوافقهم اساسا وقل التفاهم عدم التفاهم بيناتهم، ولا كاع صراع الاجيال قد يعود يقارب بطريقه اخرى. كيف قلت اذا كان هو الفيلم اللي فاز لجنه التحكيم، هذا بالنسبه للمسابقه الدوليه. زين، وبالنسبه للمسابقه الوطنيه؟ المسابقه الوطنيه فاز بها شاركوا فيها 7 افلام، وفاز بها شاب اسمه خليفه سي عن فيلم اسمه بالبي او كرة عندي عنها هذه الكرة. يتكلم عن قصة طفل صغير هون في موريتانيا عنده شغف بالون، غير ما عنده امكانيات للعب، ما عنده فضا يشري بها بالون، واصحابه ما هم قاعدين يلعبوا معهم بيلي صغر منهم. قصة شو قال شغفه هذه بالكرة اللي تقوده لياسر من التفاصيل الاخرى صغيرة في الفيلم، لكن في النهاية يحصل على الكرة. طبعا يترتي من خلالها او يعالج من خلالها خليفه سي مجموعه من المواضيع الصغيره نعتها انا اساسا الفقر، اساسا طموح الشباب، طموح الاحتمال يتحقق، ما بضر حطام حس صغير ما يخلق.
يطرح من خلالها واقع الأطفال في موريتانيا بشكل عام، غير من خلال قصص غير ذنبته طبعا بالولوفية. يتناول إذا فيها قضية الأطفال بصفة عامة والله الشباب قاعد من خلال قصة حلم طفيل صغير عن عود عنده مرة من حدود الوقت الأفلام يعود كم تقريبا؟ احنا فاتحين المسابقة لحد اللي كانت تمثيل لحد 26 دقيقة، 26 من دقيقة إلى 26 دقيقة. الفيلم اللي عرضنا اللي فاز بالبي كان 20 دقيقة. 20 دقيقة. أنا لاحظ اللي عند الأفلام القصيرة أصعب هي حتى من الأفلام الطويلة اللي قصة له تعود تتناولها في دقائق مومياس اللي يعود صعيب. فعلا اللي تركز على تكثيف الصورة اللي كانت تعوض ذاك غياب الوقت. زين. والفيلم الفيلم الثاني فازت به المخرج أمين مصطفى، فيلم عن فيلم عشتار وإيزيس. شيء يتناول ميت حاولت من خلال فيلم عشتار وإيزيس تطرح قضية المرأة وتطورها، هي طبعا عارجة من الرؤية العالمية على ما أعتقد، من خلال شايفة عن المرأة مزات لا مهمشة مزات لا رغم تطور كان مزات لا لورا مزات لا عندها فهم يصايت الرجل بشكل قوة عليها. يعني تعالج فيها تقريبا واقع المرأة من النظرة من ناحية النظرة ناحية نظرة المرأة الواقع المرأة بشكل عام. طبعا بطريقه شوي تجريديه ما هي بطريقه مباشره هي تدملي، واخترت لجنه التحكيم تمنحه الجائزه الثانيه، ولجنه التحكيم في هذه المسابقه مكونه من كل من زين العابدين والمحمد اللي هو مخرج وصحفي موريتاني رئيسا وعضويه المصور المصري اسمه وائل صابر، ومهندس صوت وموسيقي من السودان اسمه محمد مصطفى. زين. بالنسبه للورشات واللي الورشات فازت بهم شاب هابي ايدي عن فيلم اسمه زينبو يعالج موضوع الزواج المبكر خلال قصة طفيلة صغيرة يرب تقرأ ويعقبوه لها يأخذوها عن القراية كان مزوجها الواحد تهرب عنه وفي النهاية توصل الحد سابق ذاك كان 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 بنات محبه وعقب ما يرفضها في النهاية رفض المجتمع الفكرة ثورة المرأة على الزواج المبكر وعلى الزواج الإجباري. أعتقد أن الفيلم طرح بقوة ومعه نوع من الخجل والله لا تيميديتي، وطبعا راجع عدم الخبرة وراجع ياسر النموري، غير في النهاية نحن نعرف عنهم أفلام المرأة الأولى وعنهم في النهاية عندهم مشاكل خجل في الطرح ما طرح بقوة حتى الموضوع، غير في النهاية وملاحظ موقف مبدئي موقف المخرجة من الزواج المبكر عنها رافضته بجميع المعايير، غير شخصيا لا تصور عن حدود الشخصي، غير في النهاية بقى طرحت الموضوع وقع يعني نوع من المواضيع يعود لا يشبه طرح الطريقة ما يجري حتى يبتدي ما يعود حتى يجري على طرح مباشرة. زين. من خلال الأفلام اللي فازت في المهرجان ومن خلال مولي بعض الأفلام اللي شاركت في المهرجان، كيف مثلا عندنا فيلم المتطرف لسيدي محمد ولي الشيقر اللي أثار جدل في مواقع التواصل وفي الشارع قد يعود موريتاني عفوا ذي ما يقدر نقوله من هون عن مهرجان والله قاعد عن السينما في موريتانيا بصفة عامة أنها تركز على زاوية معينة تركز على شيء من بعض الناس يقولوا أنها تركز على تحاول تحفز الموريتانيين عنهم يتجاوزوا عن شيء من العادات، وإذا ما ترى شنو ردك على ذي النظرة اللي عند البعض؟ أعتقد أنها 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 واقعية، يعني نشاركها معك فعلا ونشاركها مع المستمعين والله الناس اللي قالوها. هو راح عندنا الفن جديد كامل ما في السينما والموسيقى اللي ما هي الموسيقى التقليدية والفن التشكيلي والمسرح والأمور، هي نوع من الثورة داخل المجتمع اجتماعيا، ثورة اجتماعية لتحفيز المجتمع لتجاوز العقد الاجتماعية وعلى تجاوز الأمراض به اللي في النهاية نعرفه عن طبيب ياك يداوي ديجا يكتشف المرض ويدي ألم قد يعود مؤلم بالبداية أعتقد، لكن حتى ذاك الألم أنا ما نشايف عن المخرجين الموريتانيين فاتوا جبروا شجاعة كبيرة قدر يطرحوا مواضيع تابوهات كبيرة حق فمحاولات مثلا كثير متطرف اللي أثار ضجة من خلال تركيزه على نقطة معينة قد يعود شافوا الناس عنه مس المحضرة والله قال عن المحضرة تخرج متطرفين والفيلم ما قال يقول غير قوة الصورة الفيلم مش قال، أنا بعد حاسس اللي سمعته هو اللي رباط أنا شفته الإرهاب سبع مرات زايدين ولا عندي موقف شخصي ولا ما عندي موقف شخصي المخرج لا من هو الفيلم
احكي يجي يقعد حتى جانب جانب المحضر المضيء غير مشكلة عن عن مشكلة عن حد كان يحلو يا تعود عنده علاقة بالصورة شوي يا تعود مستعد يشوفه مرتين ثلاثة. أنا أعتقد أن أكثر الناس اللي كتبوا عنه واللي انتقدوه ما شافوا سمعوا عن حد قال عن خالق واحد اسمه المحضرة ألو بسم الله يقولوا ذا نادم شي خاسر معيبون ذكر شنو أنه أنه هو فعلا يحكي قصة شاب متطرف متطرف ليك أنه شاب عدى الانفجار في المكشوط وهو من هل المحاضرات وبوليس حاكمته وتحاكمه ورجع هو فلاش باك على قصة لماذا هذا حكينا طيب قصة فيل كان كان مخصوص أخبار في المكشوط ونعتنا شمن لقطات نعت عنه مثلا متحرر حتى أكثر من لازم أنا متطرف بالزر الأخر وقبلوه لقروا عنهم ياك ياك يعيدوا الصياغة وياك يدربوه يقسوا به المحاضرة وقسوا به المحاضرة فعلا غير المخرج نجا المحضره نعطينا ياسر من الدلائل على انه يقول لنا فيها عن مثلا شيخ المحضره والناس اللي محضر اللي على باب ما عندهم مشكله غير هم واحدين اخرين وافدين يجوا من خارج المحضره يقدروا يعودوا عندهم اهداف اخرى يقدروا اهدافهم واضحه مو اهدافهم انهم يجندوا شباب واكيد كان الشاب ضحيه واحد من الفرق الجات وجندته ومشات به عقب تفجر التالي غير على اكثر من مره المخرج رجع مره اخرى ونعت ان الوجه الابيض المحضره وجه المضيء وجه التالي كان يلطي لود الارهابي وخارجي رفهم اللي مو من المحضره بي اللي خارج كان يغير كان يغير الناس كامل ما مرت بالمحضره كان يغير واحد اخر من صراحه وخالد واحد اخر من جامعات المانيا وكل بيده يغير لي قصه اخرى وما رد يقعد يرد مره اخرى قد ردها انا قد خاز واحد عن وعد الفيلم يغير وعد الفيلم عن هذا به اللي يعرفه ومن اللي يحكي قصه حقيقيه عاش هو عاش طلع في حد من اصحابه معناها قصه صاحبه خلق له كامل غير ما بضروا عن نحن متفقين عن 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 متفقين مبدئيا عن المحضرة عنها هي اللي عدتنا كامل وهي اللي وخصتنا وهي عدت مرتين شو كذا يا غير المرده في النهايه فيها المحضرة خار واحد على محضرة ما معناها بضروا عن اي حد خار على المحضرة معناها عن المحضرة هي هي جيتو زين وبالنسبه لذلك انت تقول دارك عن عن الفن كامل وعن الفن بصفه عامه عنه جاياك يعلن ثوره على الثورة للمجتمع وما إلى ذلك كنت نقول هم المخرج هو اسمه المخرج دانتو علاش ما يعود الفن يعود في نفس الوقت اللي هام ويعدل ثورة على 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 تقاليد البالي ما عندها كاع علاقة بالدين تقول تعود ولا عندها علاقة بشيء يعود هم اللي ساهم في ترسيخ بعض بعض التقاليد القيمة اللي ما ينصاب عنها ترسيخها لدى الأجيال الحالية والأجيال الجاية علاش ذي الفكرة ما أعتقد معدلها الاثنين نشتغلوا والله كما نقول نشتغلوا الفن يشتغل في موريتان وبالعالم كامل اللي نزال كيفتنا على سنتين على عنه يروي على شو الامور زينه العالم الاخر ملاحظينها عنه يركز على يروي على ياسر الامور المربوطه الزينه اللي الذخر اللي تشكل شيء كل بلد يركز على الامور اللي مضخر يا غير مولي عنه يروي عليها بضروا عنه يتجاهل الامور الاخرى المظلمه ابدا بالتالي انا جباس عن واحنا في النهايه عند ياسر مش خاسر هو سر اكيد وهذا لانه ما نقدر نقول عن ياسر مش صالح نقول على خاسر اكثر يعني في النهايه مولي نرجع نقول عن اللوحه ولا القصيده ولا الروايه ولا والله الفيلم ولا المسرحيه هي وجهه نظر رجال شخص صح وجهه نظره بالنهايه هو الوحيد اللي قد يقول بروفات تبناها يا غير اتفق معك حد نقرا بلد ولا نقرا دور ولا نقرا قريه صغيره اكيد ما خلق البلاصه ما عنده روايات مزينين وعنده روايات خاسرين الجهد اللي يمضي في 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 اصلاح هاي الروايات الخاسره مضيهم اللي الروايات تاعت الروايات الصالحه اتفق معك عليها جدا معناها عن السينما يلتع عقب ذا تقبض هذا الروايه اكيد قابلت عنده خالق من افلام روع عليك زر الاخر ياسر المولي زين من ترى هذا المهرجان هذه هي سنه العاشرة من ترى ايش لاحظتوا ايش باش طورتوا انتم كانوا افانسي يتقدم على القدام والله كانوا ماشي بنفس الوتيره شطرال ذي السنة مثلا جميل أنا أعتقد أنه ماشي لقدام أنا ما وفيت عليك مسابقات بين نتائجهم غير قد ما نرجعوا لهم كليتار نجاوب على السؤال نرجعوا لهم تو بعد المهرجان نتذكر عنه 2006 اللي هي النسخة الأولى منه كنا نحضروها بنهاية 2005 وأدناها أبريل 2006 وحالا نحن النسخة العاشرة لأني خرص ديك الساعة وخرص حالا عندي يبدو عندي مؤشرات يدلوني على أن فعلا عن المهرجان يتطور هاي من نظرة داخلية من نظرة خارجية أولا نوعية الناس اللي حضروا 2006 كنا عدناها في دار الشباب قديمة ونتذكر عن العروض يحضروا لهم 30 40 رجاج 50 جينا 50 تعود ياسر وأكيد أعمار هاي الناس وجنسها واضح أعمارها شابة
دون 30 سنه ولا ذاك، وجنس رجالي باختصار، معناها انه 30 شاب راجل قاعدين لابسين دراري ولا متكبطين يخرصوا سينما. الاعلانات ما كانوا يحضرون ما كان نادرا نشوفوا مرتين ثلاثه، وعودوا معنا احنا ديجا في اللجنه والله اعلاميات ولا كذا، وحدين عندهم ديستانس مع الروايه الواحدين فيه. 2010 المهرجان افتتاحه ولا عروضه يجي اكثر من 1000 رقاج، والفرقاج متنوعه، معناها اني نشوفهم العليات كبار اللي هم جدات، ونشوف العليات المتوسطه، نشوف الشابات صغيرات، نشوف الشاشره، نشوف ناس كبار رجال، ونشوف اسر جايين امراه وزوجه وشاشرتهم جايين شعر، معناها نشوف التنوع الجنسي، معناها العليات ورجاله، ونشوف مولي التنوع في الاعمار. معناها السينما كثره الناس، نشوف كثره الناس، معناها المؤشرات ثلاثه، نقول فوالا معناها انه فعلا قد معناها جايين يدوروا شو يشوفوا، ما تلاقوا قابضين موقف من السينما كما كانوا قابضين، والله بعد ذاك الموقف خف. هذا المؤشر الاول. المؤشر الثاني نوعيه الافلام اللي عندنا انا المهرجان الاول واخذنا لا فيلم عبد الرحمن ساكو به اللي ما خالف شيء اخر. ما خالف عبد الرحمن ساكو ساكن في فرنسا، يعدل شي من الافلام، يكتب عليهم موريتاني، في النهايه يقعد واحدين معدين في مالي واحدين معدين في السينما. المهرجان الاول خاضوا في الافلام عبد الرحمن ساكو. باختصار ما فهم بديل، ما فهم نوع، ما فهم شيء اخر. حالا نحن نعطوا حالا عندي 9 زائد 7 زائد 4 ولا 5 اخرى، عندي 16 18 فيلم وراها مخرج موريتاني شاب. بغض النظر عن التسميه كانت تستاهل ولا ما تستاهل، فالمخرج قبل كاميرا وكتب سيناريو وحرك ممثلين ومونتر وعدل الفيلم وعرضنا، معناها الكم في الافلام. وطبعا ملاحظ عن سنوات العقبه كامل الافلام يطور مستواهم، حاليا انا راضي عن مستوى الافلام العرض، مستواها تقني يعني عليه الفني، ما هو بالضروره مستوى المحتوى لكن شيء اخر، ماني مسؤول انا عنه. المؤشر الاخر زايد عدد الافلام، مؤشر عدد الناس المهتمه، معناها احنا مثلا كنا نعلنوا عنا عندنا ورشه، جاينا مثلا مخرج من البلد لعدل لنظم ورشه تدريبيه في الاخراج ولا في الكتابه، نعلنوا عنها ونتباركوا نستقبلوا ناس ونتباركوا نتلفوا لاصحابنا عنهم الانترسي واللي مهم عنده يجي، وفي النهايه نعود ندور 12 13 ولا 15 يجينا خمسه سته يتابعون اثنين ولا ثلاثه توفي الورشه. حالا عندنا مثلا 6 ورشات كلهم كنا ندور لها ما بين 12 و15 وعدد الناس اللي جات تدورها كل ورشه مسجلين فيها سجلت على 50 حد، وكان انتقاو منهم مشكله، وحتى اللي انتقينا 12 في النهايه الورشه كل ورشه عدلوها 30 رجاج ولا اكثر، به اللي ما بيدوروا هذا. اذا زدتوا على الكم اللي كان زدنا عليها وفرص علينا، به الناس طالبه، واذا ما طالب والعرض ما هو يسر حتى به المهرجان 5 ايام ولا 6 الورشات اطولهم كانت 8 ايام، وناس الدور تستفاد، الدور مهم عند هذا الميدان، معناها اني نشوف هذا الاقبال من طرف الشباب على يدربوا يتكونوا في مجالات المونتاج، مجالات الصوره، مجالات التصوير، مجالات الاخراج، نفهم عن ان خلق تطور في المهرجان، يعني مثلا دار زاد هذا المؤشرات ثلاثة اني خلاص بشكل داخلي بشكل حتى خارجي يضاحي عنه فعلا تطوروا بوتيره مره سريعه مره بالشور، لكن في النهايه ماشي لقدام طبعا. زين فعلا قطعا عن ملاحظات يدلوا كيف قلت على تطور. وزين وما ادري شن هي اكثر الامور اللي انتقدتها لهذه النسخه من المهرجان؟ كان فم امور معينه انت كمدير المهرجان شقرت، سواء بالنسبه لعملكم انتوما والله، سواء بالنسبه للجهات المعاونه لكم؟ اكيد فم يتم فم لاش تم لا فم شكارة. من اهمها ان حتى احنا حالا فعل 10 نسخه ما زال عندنا مشكلات تقنيه نحن من روسنا، مثلا في العروض في الصوت اللي المفروض ما تعد عندنا اكيد مبرره، انت وانا قاعدون احنا نبرر روسنا نقولوا فعلا بي كذا ولا بي كذا، غير بالنسبه لي لو كنت مشاهد عادي جاي تو خلص افلام ندور نقول عن الصوره انقى من هذا، به اللي تحتاج بروجيكتير انقى من هذا، واذا ما عندنا احنا موريتانيا والله ما متوفر تحتاج صوت اكثر من هذا، اكثر دقه واكثر، في النهايه تحتاج كل فيلم عنده صوته الخاص به، وفي العالم عادي الفيلم يجي وكل فيلم يعدل له صوت، مهندس صوت يعدل له صوت خاص به، واذا ما عندنا فمستوى تنظيم مولي اخر، ما هو قاعد عنده علاقه بالمستوى التقني، مستوى التنظيم في مصانع 10 نسخ يعني يعود ديجا عنده مستوى من التنظيم، قد نعود نحن بين التساهل وبين عندنا مجتمع مفتوح وبين عندنا معدل المهرجان البلد مولي مفتوح، لكن ينقص شوي مستوى التنظيم، لكن انا مولي مشقرها عن كنا قد نعود اكثر تنظيم في الصوره العامه من اللي خلق كنا قد نعود مولي اكثر مساهمه نحن كدار سينمائيين في انتاج افلام اكثر، به اللي طلب اكثر، قد نعود احنا كان اضعف والله
قدينا نبو طالب كامل مثلا كنا نقد نوع اولياء 16 في المره 17 في الموريتاني كنا نقد نوع نعدوهم 20 ولا 25 لو كنا احنا اكسليرينا وكنا نظمنا وقتنا نجد شباب اخرين يعودوا شاركوا بافلامهم السنه دونك فهمت شنو الامور الصغيره صغيره هذيك هي ما هي صغيره هي كارثيه تعود غير في النهايه كنا نرى داخلنا لحظه اكيد ونعرف عنها نعرف عنها مع الزمن دورنا عقب نتقلبوا عليه. وبالنسبه للمستوى الاقبال والحضور كنت مرتاح؟ انا شخصيا راضي عن مستوى الحضور رغم عن 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 الجو بدا نهار الصباح احنا كانت في سحاب نهار كامل نهار كامل مع الصباح هذه عاد القايله تقريبا الثالثه ضربات كنا خايفين بيدي احنا مفتوح مكاننا عندي اثر شوي لحتى الختام جات سحاب شوي بدايته ترى شوي بدايه دونك امور نخافهم به اللي ما عندنا نجي سحاب ما عندنا بديل ما عندنا نكون وقفوا نقول لك اللي يركب وتو ولا كلها يبرك نقرب راك انت مسحاب ومن ناحيه الفضاء المفتوح يقد يعود جو ملائم زين قارم مالك عنده سلبيات واكيد عنده سلبيات زين بالنسبة للورشات اللي قمتوا بهم في المهرجان كانوا أساسا ورشات عن الإخراج والتصوير وكل ما يتعلق بإنتاج الأفلام شنبت كان تقييمكم للشباب المقبلين على الورشات لاحظنا عن فم ما شاء الله شباب من كل جهات فم صحافة فم ناس ما عندهم قاعد يعودوا علاقة أصلا كانوا بالسينما واختاروا يبدؤوا معاهم شنو تقييمكم لهم تقييم الورشات عموما في النهايه الورشات اللي نعدلوا بالمهرجان وحتى خارج المهرجان لان نظموا ورشات بشكل عام على بدايه السنه ظهر لي انها هي الفرصه الشبه الوحيده لعدت ما معها شويه اخر للتدريب الشباب في مجال السينما طبعا نتفق معها عنها لها خمس ايام تدريب احنا عينا بدوا سابق المهرجان مثلا السنه خارجين ورشين بدأنا سابق المهرجان باربع ايام كانهم يعود عندهم قدره على الاقل يفهموا اكثر البلد ما في ما في ما في معهد يتحدى بالشكرا سينما لا دوله لا للدوله ولا لمعهد خاص حتى. ما فهم ياسر الفرص المتاحه بالتالي هذه الورشات طبيعي الاقبال عليهم بيد الشباب ما عندهم بديل اخر ياسر طبيعي اكيد فيهم نواقص لانهم في النهايه انا كنت نختار 12 رقاج فتره اكثر ويركز عليهم عنده 30 رقاج الكم زين غير زين منه الكيف صحيح ما كنت تنتبه على فيسبوك حامر هذه معناها ذكرتها واش لو كنت بدون اقبال بدون الطلب يصعب يعود هذا مثلا واحد من الروايات اللي شقت تعود قلت استفاده الناس يا غير في النهايه شباب خاو عاد عندهم رؤوس اقلام عرف عن هاي الزازين في كل ورشه خمسه منها سته سبعه يتفائلنا حتى عشره يعقبوا يواصلوا معنا بالسنه الجايه والله يواصلوا معنا فرص اخرى سواء شيء هون في الداخل وسوى نحن نجبروا بعد تدريب في الخارج ثم عشرة والله ذاك دور يواصلوا دور يعدوا افلامهم اذا انتم تقيموهم وتقبضوا اللي منهم قابل ثم تقييمين ثم تقييم المدرب كل مره كرمهم بافادات مشاركه اكثر مشاركه نطلبوا من كل مدرب انه يعطينا فكره مثلا عاده المدرب في نعود حاذق عاده يشوف وجوه رابيد ما يفهم عنها عندها قابليه في المجال الواحد هو فيه يعطينا عاده المدربين ذاك الناس واحنا مولي معايشتنا بالتالي انا نعرف عن الشباب اللي شاركوا الورشات قد نعود 50% منهم نعرفهم ديجا في الساحه كل ما عندي عنوان وجهه نظر واصحابي الاخرين كيف في دار السينمائية 50 اخرى ما عرفتها غير اكيد اثناء الورشه نتعرف عليها ونشوف مولي منهم عنده اهتمام منهم عنده سعي منهم لا يجينا عاد المهرجان ويتم يتواصل معنا ويقرر عنه يبقى يتكون اكيد ما تخفى بالتالي نعرفوا عن هذه ورشات سته اللي كلهم جا فيها تقريبا 30 رقاج على الاقل يقدروا عندنا في اطار السنه الجايه كامله ذي السنه قد نقولوا 20 رقاج 30 قابلين عنهم يتطوروا ويزيدوا وديجا ان بون شوز ومن ترى ما بعد المهرجان كانكم كيف ادواركم مثلا كنا نتكلموا عنهم كانكم يتموا على تواصل معاكم انتم في دار السينمائيين وتواكبوهم وذا والله يتوقف دورك لا احنا عندنا مجموعه من الانشطه اخرى ما هو المهرجان لا حد موعد سنوي مهرجان سنوي نعرضوا فيه الافلام ونعدوا فيه حاولوا قبل اللي يخلق تحديدا في المهرجان كانوا فيه شيء وتسابق المهرجان عاده معناها ورشه افلام الورشات يبدأ من مايو ويدربوا عليهم الشباب ويصور معاهم مثلا كل شاب نعطى له فتره من الزمن يصور معاه في فيلم ويمونت معاه وعد فرصه للتدريب الاخرين به اللي انا افترض يعني انا وانت مشارك في الورشه لا يصوروا فيلمنا ونحضر له انا تصوير ونحضر المونتاج ونستفاد مني انا ونحضر الشباب الاخرين بالتالي نوع من التدريب المستمر اذا نبتوا. اي غير مولي عندنا انشطه اخرى ما عندها قاع علاقه بالتدريب لان احنا في النهايه ندربوا وننظموا ونساعدوا في الانتاج
وهدفنا الاخر هو البث، معناها عرض الافلام، عرض الافلام في حد ذاته مهم. لين تموا نحاول نعرضوا لموريتانيين افلام مختلفه ما يشوفوا في التلفزه، لان احنا طبعا شوفت الافلام هي مشكله عندنا موريتانيا، حتى اذا جات صل وعرضت افلام التلفزات الاخرى فيها ما فهم شيء جديد، احنا نشوفوا الافلام كامله في التلفزات اللي عرضوا الافلام. يا خير خالد نوع اخر من الافلام ما تاخذ التلفزه، بيجي لي ما هو افلام تجاريه، ما هو افلام هوليود ولا افلام بوليود ولا افلام مصر، الثلاثه تقريبا هم اكثر 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 الانتاج التجاري في العالم تقريبا. خارج افلام اخرى تجارب اخرى للسينما في العالم سواء قصيره، قال السينما المستقله معناها ما هي السينما التجاريه، محتاج نشوفوها، وذيك هي اللي تحل استفادنا. الاخرى سينما الابطال، سينما نجوم، سينما دور عرض. السينما كامله لا دور عرض، يجي فيلم وينعرض بدور العرض ويعطي شيء عقب ما حتى انه ينزل للقنوات وش. هذه السينما بشكل عام، غير هذه السينما التجاريه. سينما اللي ايش اللي معناها فم رجل اعمال ولا رجال اعمال ولا بواد برودكسيون، معناها انه منتج يستثمر شنو الفضاء في قصه يعني. يكري نجوم يجي يصور معاه، يكري مخرج كبير يجي يصور معاه ويبيع هذا المنتج لصالات العرض وسنتي يربح منه بالشكليه تجاره. هذا هو باختصار. لو خلص هو السينما مثلا اللي ما بالضروره يعود وراها انتاج ضخم ولا بالضروره يعود ممثلين فيها نجوم، ذيك السينما اللي تطرح سينما النقاش، تطرح اسئله، سينما شوي الفكريه اللي ما هي السينما التجاريه. وطبعا امثله عليها كبيره كثيره في العالم، السينما الفرنسيه نصها تقريبا ما هو تجاري، السينما الايرانيه من اكثر التجارب السينمائيه، زي قالوا السينما الفكريه اللي ما هي سينما تجاريه بحته. المغرب اللي حدانا، بوركينا فاسو، نيجيريا، شنو الدول عندهم ياسر من الافلام ياخذوهم سنويا، ولا هم الافلام اللي نشوفوا الصبح ولا النهار الثاني ولا السنه الجايه في ام بي سي 2 ولا في روتانا سينما ما ياخذوا فيها، نشوفهم لا ننظم لهم عروض ونقعدوا نناقشوا مع قلاك وشوفوا الشباب بركوا الكاميرا هون حركت بالصيام، لماذا هذا المشهد عقب المشهد؟ اسئله تقنيه طبعا، ما المحتوى ما يعود هو المهم عندنا غير ذيك الاسئله التقنيه في اخبار دلالات الصوره ودلالات الزيفي سبيسيو، بس من حين دخلك المشهد بس من حين صور عودوا نحن نقولهم بس من حين صور تقنيه. المهتمين بها غالبا يعودوا من المهتمين بالمجال. زين لهي نتحوقسوا صفحتنا على الفيسبوك، لعاد المشاهدين عندهم اسئله لمحمد لهي صفحتنا على الفيسبوك، لكن بعد الفاصل. إذا عندنا بالخيانة متهم قال مساء الخير، باسم الكلام يهديكم السلام ونرحب بدورنا بالضيف الكريم ونتمنى له العمر المديد، كما نبث لكم أنتم مقدمي البرنامج المتميز تحية عطرة، وكلنا أمل أن تعكس مدى احترامنا لكم وتعلقنا ببرنامجكم، شكرا جزيلا. عندنا عبد الله ملعينين قال مساءكم سعيد وشكرا لكم على ما تقدموه من برامج والسلام، شكرا جزيلا. عندنا ولد سيدي محمد الهيبة قال السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم على استضافة الشاعر الكبير محمد وليد أسلم عليه، ولدي سؤال، ما هو أصعب وقت وجده في الحلقة؟ أنا بعد السؤال ما الحلقة هاي السؤال لا لا قديت تعيد صياغته بطريقة أخرى بي اللي ما فهمت الحلقة وضعت أدرعات دي الحلقة والنظر كان عينه لي خلال أصعب وقت وجدته خلال إدارتك للمهرجان، ربما ينقلب أنا سؤال وتولع على عذا واللي يقصد ضيعت سؤالك انتسى مدرك انك جبرت اوقات بالمصاري اكيد نصعب الاوقات عنك عن جمهورك وانت ما بتجلس فنيا. خلقت لي مرتين ولا ثلاثه به اللي انا في النهايه عندي مجموعه من اللجان تشتغل وعندي رجال جايين يقدموا يعطوهم يجزل البرنامج مع المقدمات، يلا يعود المقدمات اللي عندهم هي الفريق التقني اخرى جاهزه عنده بالترتيب المعين في الافلام يعود برمجوها على تم التواصل. عندي شنو مولا تخلق سابق العرض وانك ما تعدل السابق، ايش مرات يتوخر وعود الناس قاعده فات والشيء عندي يعني ما فات موفينا ما كنا عندنا جاهزين ده. موقف صعب، انت في النهايه تلوم راسك انك تعرف تعدلت شغله اسرع من ذا،
وفي نفس الوقت ما انا قاعد تجي تبدا مع حدك ما توفيت كذا سوالي كونديسيون والجمهور ينتظر ويلا يلا ولا يستاهل عليك تحصروا بيدي بالنهايه جايك واحدين جايين بعيد واحدين جايين يدوروا شو يحضروا لا تعدل بالتالي انت تحصرهم موزين صحيح مصعب المواقف اللي عشتها خلال المهرجان. زين عندنا احمد بونا قال اسعد الله مساءكم ومرحبا بضيفكم الكريم. السينما فن جميل كالمسرح وباقي الفنون ويمكن ان تستغل لتحسيس وتثقيف المجتمع فيما ان سمة الفصول التي تطبع المجتمع الموريتاني تجعل منه متلقي الفضول التي تطبع المجتمع الموريتاني تجعل منه متلقي جيد لهذا الفن. متى سنشاهد أفلاما موريتانية على الشاشة الصغيرة؟ سؤال طبعا مر من خلال كنت تشهر الشاشة الصغيرة اللي هي التلفزيون الموريتانية. بالنسبة لي القناة الموريتانية اللي تنتج هي قناة قاعدين فيها السؤال اللي نحتفظ به ولا يتمر عن طريقي لكن بعد الفاصل مشاهدنا لينقصوا فاصل قصير ونرجع لكم بعد إن شاء الله.